بسم الله الرحمن السلام عليكم. وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، اول آخر درود شریف جو بھی درود آپ کو آتا ہو. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. دعا یہ ہے، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. طهرين اے اللہ عزوجل، مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے. پھر درود شریف، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم.